مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم هيبقى التفاصيل فيها أكتر عن فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإحنا عارفين إن الفترة الجاية مهمة بالنسبة لكل الأهلوية، فهنفضل متابعين كل كبيرة وصغيرة بتخص النادي الأهلي. وزي ما احنا متعودين ده من خلال قناة النادي الأهلي، لكن تحديدا الفترة الحالية بسبب ان احنا مقبلين على النهائي الأفريقي، نهائي دوري أبطال أفريقيا، والبطولة الأغلى لكل جماهير النادي الأهلي، وهي بطولة صعبة جدا في الحقيقة السنة دي، فبالتالي هنبقى مركزين في كل ما يخص فرقة الكورة في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية وعلى مدار حلقات الترند المختلفة بإذن الله. دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال الحلقة بيتعلق ب في رأيك شايف إيه أفضل نهائي لعبه النادي الأهلي على مدار المباريات النهائية اللي شارك فيها في بطولات دوري أبطال أفريقيا تحديدا. احنا وصلنا 13 مرة للنهائي، فوزنا يعني المرة دي هي مرة 13، فوزنا ببطولة 8 مرات، إن شاء الله المرة دي ناخد بطولة كمان. فإيه أكتر نهائي أنت فاكره الأهلي قدر إن هو يلعبه بشكل جيد؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كالعادة. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف في ترند الأهلي: الفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا للمباراة النهائية في الدوري. الجهاز الفني يطمئن على الحالة الطبية للاعبي الأهلي. والأهلي يتسلم درع الدوري في مباراة طلائع الجيش. التفاصيل كلها بعد الفصل، استنونا.